قصة عجيبة وغريبة حصلت لبلوجر راجل وبعدين ست عاوزين يدخلوا شقة بنت عايشة لوحدها بالعافية، لا تعرفهم ولا يعرفوها، وكل اللي هم عاوزينه ان هي تفتح لهم الباب. موقف مرعب اتعرضت له بلوجر عايشة لوحدها وبتحذر كل الناس من اللي حصل معاها. يا ترى ايه اللي حصل؟ الصحفية والمدونة مروة المتولي نشرت فيديو بتحكي فيه عن موقف مرعب اتعرضت له وما عندهاش عين سحرية في شقتها وعايشة لوحدها. بداية القصة لما الباب خبط ولقيت واحدة ست بتخبط على الباب. مروة سألتها انتي مين؟ قالت لها انا اللي في الشقة اللي قصادك. سألتها اسمك ايه؟ لان هي عارفة مين اللي ساكن قصادها. الست اتلجلجت وقالت لها انا اللي في العمارة اللي قصادك. وبعد كلام كتير فضلت تسألها عاوزة ايه وطالعة ليه، والست ما بتقولهاش غير افتح الباب عاوزاكي في موضوع. مروة ما رضيتش تفتح الباب وقالت لها عاوزة ايه، قالت لها عاوزاكي في موضوع، ورفضت تقول ايه هو الموضوع لغاية لما ألحت عليها وأصرت بشكل قوي ان هي مش هتفتح الباب. الست قالت لها انا بطني جعانة وعاوزة اجيب لها اي حاجة تاكلها، افتحي بس وبعدين نشوف. مروة رفضت وقالت لها لما بابا يجي هجيلك طالما انت ساكنة قصادي، لكن الست رفضت تمشي من مكانها وقالت لها انا جايه اخد اللي في النصيب من البيت وامشي. فعرضت عليها مروه ان هي تطلع لباقي الشقق لغايه لما باباها يجي وهي تجيلها، وفعلا الست طلعت خطوتين لكن ما كملتش للدور اللي فوق، فضلت واقفه على السلم عند شقه مروه. الموضوع بقى مرعب اكتر خصوصا ان هي عايشه لوحدها وما عندهاش عين سحريه ومفيش كاميرا مراقبة قصاد شقتها. كل خوفها اكتر لانه من يومين كان في راجل جالها وطلب منها برضو ان هي تفتح الباب وياخد اللي في النصيب، ومروة برضو رفضت ان هي تفتح الباب للراجل. مروة طلعت في فيديو وحكت اللي حصل معاها للمتابعين عشان حد يساعدها، لان هي بتنزل الشغل كتير وبقت خايفة من اللي حصل، وبتقول لما الراجل ملقاش مني امل اني افتح الباب بعت واحدة ست. وقالت كمان مروة في الفيديو اللي نشرته انا خايفة ومش عارفة اعمل ايه ولا عارفة اتصرف ازاي. بعد ما مروة نشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معاها الناس بدأت تهزر معاها عشان يخففوا عليها الموقف الصعب. وواحدة قالت لها ده ممكن يكون حد فعلا غلبان وكان عايز حاجة، بس ما تفضليش لوحدك وما تفتحيش الباب لحد. وواحد تاني هزر معاها وقال لها ده أنا العريس وكنت باعت مامتي عشان تتقدم لك. ودي كانت قصة مروة لما الست خبطت عليها عشان تفتح لها الباب.